حبت الميك اب من ايام الدراسة، ولما اتجوزت قررت انها تفتح مشروعها الخاص، وما سابتش الجواز والخلفة يكونوا عائق قدام تحقيق حلمها. اخدت كورسات وتعلمت من فيديوهات اليوتيوب، وبقت تطبق اللي اتعلمته على اصحابها وقرايبها اللي كانوا اول الداعمين ليها، لحد ما اخدت الخطوة الفعلية انها تنزل سوق العمل بجد من كام شهر بس. وبالرغم من انها بدأت من فترة قصيرة جدا، الا انها قدرت تعمل اسم في اقل من 6 شهور. دلوقتي معانا عروسة، وكلمتك عشان احجز معاكي. ايه بقى الحاجات اللي بتعمليها بقى من اول ما مثلا بتكلمك لحد ما بتجيلك وبتخلصي؟ بصي، هو انا لو في عروسه اصلا بتبقى خلاص اوريدي خلاص هتحجز، تمام، وانا متاكده من ده. هي اولا بتدفع عربون، تمام، انا فضيت لها اليوم بتاعها، او سي مثلا لو انا عندي عروستين في اليوم حجزتيها لها. تمام، ما ينفعش تيجي مثلا قبلها باسبوع تقولي مثلا انا فرحي الاسبوع الجاي، استحاله. حتى لو انا مش هبقى فاضيه، بس انا مش هلحق اظبط دنيتي، ممكن هي تبقى عايزانه اجي لها البيت، ممكن هي تبقى عايزه تيجي السنتر، مثلا السنتر مش متاح وقتها. فلازم قبلها بشويه. ثانيا مثلا ببتدي بقى احضر حاجتي، تمام، اشوف بس لون بشرتها. هي كده كده اوريدي الفاونديشن كله بيبقى موجود عندي، اللي هي كل الوان البشره، كل درجات البشره بتبقى موجوده. لو بقى وشها مجهد شويه، في بصور، في حبوب كتير، وشها تعبان اكيد طبعا من اتجاهات الفرح والكلام ده، ببتدي بقى اقول لها على شويه ماسكات او روتين مثلا لبشرتها. انت اللي بتقولي؟ اصلا كده كده في حاجات بتبقى يعني اوريدي محفوظه، او البنات كلها عارفاها والبنات كلها بتعملها، مثلا زي ماسك القهوه، ماسك الرز مع اللبن، ماسك العسل، كل الكلام ده بيخلي الوش يفتحها شويه والحب برده بتهدى. وممكن اكتب لها على كريم، او مش بنا اللي بكتبه لان انا برده ما اعرفش بشرتها كويس بالظبط. لو بشرتها تعبانه قوي بقى بتروح للدكتور مثلا، بس كانت قبلها فتره. ما ينفعش فعلا تجي لك مثلا قبلها باسبوعين وتقول لي كان فرحي مثلا كمان اسبوعين، وتلاقي مثلا هي تعبانه، فبيبقى بالنسبه لك او انا عادي هعالج لها الموضوع ده بالميك اب وكل حاجه، بس هي ممكن بشرتها تتعب اكتر لان هي بشرتها دهنيه قوي، فالحبوب بتبقى صعبه في وشهم، في بصور، في مسام واسعه، فكل الكلام ده مع الميك اب بيخرب الدنيا. اي نعم مثلا برايمر ممكن يحمي البشره شويه، بس هي لازم تكون مرطبه بشرتها، ما هي عروسه اكيد مش تفضل اول يوم والصباحيه والكلام ده في صح بالميك اب. بس بتاخد بس روتين وبتمشي عليه، وان شاء الله بتيجي بقى العروسه والدنيا بتتظبط يعني. طيب، في كذا مشكله مثلا لبنات انا قريتهم، ان مثلا بتقول لك انا الفرح وشي شقق، او الميك اب تحسيه اتكسر، فده بيبقى عيب ايه؟ ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، لازم يكون الميك اب اوريجينال. البرايمر لازم 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 برايمر. لازم تكون انا هي او انا منظف لها البشره متنظفه كويس جدا. اصل بيقول لك مثلا لو ما ينفعش تنظيف بشره قبل الفرح بيوم، هو ده ما ينفعش، مش عشان خاطر الميك اب، هو كده كده الميك اب هيبقى كويس. بصي، هو ايا كان الميك اب كده كده هيداري عيب الوش، انت لو في وشك هيتدارى. بس في حاجات مثلا زي الحبوب دي مش بنغطيها، هي بتبقى بارزه في الميك اب. ما هي بصي، بس الناس مش فاكره ان الميك اب ارتست حره. لا بصي، هو الميك اب بيجمل مش بيخفي. يعني الميك اب مش بيجيب واحده ثانيه، انتي. ما هو الناس فاكرين بقى. وعلى فكره في يعني في ميك اب ارتست كتير بيخلوا الواحده واحده ثانيه خالص، سمرة خليتها بيضة، بيضة خليتها سمرة، تمام، ده بيخرب الدنيا، انت فاهمه؟ بس فهو لازم تهتم بالبشره كويس قبلها، بس مش قبلها بيوم. يعني ما تجيش مثلا تبقى صابح فرحها او بعد يومين فرحها تروح تعمل تنظيف بشره وتعمل واكس وتعمل وشها. الميك اب هيظبط الدنيا، بس بعد ما تروح او تاني يوم هتلاقي وشها باظ، يعني في حبوب طلعت وشها التهب، وممكن تخش في مشكله كبيره قوي احنا غنى عنها. فلازم موضوع الاهتمام بالبشره ده قبل الفرح بثلاث اربع شهور، يبقى على فترات. مثلا كل مثلا الاسبوع بعمل ماسك يوم السبت وماسك يوم الاربعاء، انت فاهمه، لغايه مثلا لما يجي ميعاد الفرح. بس انت بيبقى همك، وباين جدا من كلامك، ان البنوته اللي معاكي تطلع باحسن شكل، حتى لو مش بتعتمدي على ميك اب اوفر زي ما انت ما قلتي. انا عايزه حاجات بسيطه بحيث ان هي تطلع جميله. انا اهم حاجه عندي ان اللي تبقى قدامي هي مرتاحه عن شكلها، يعني مرتاحه ان الميك اب اللي انا عملته لها عجبها. انا مش بتبسط من الناس رايهم، انا قد ما بتبسط من شكل العروسه او السواريه او ايا كان. مثلا تشوف شكلها تقول لي ايه ده، لا تسلم ايدك، او الكلام اللي احنا عارفينه ده.
فدي اكتر حاجه بتفرحني فاهمه. واكيد برضو لما انا اطلع شغل حلو اكيد حد هيسالها وهتقول لها مثلا دي فعلا. انت فعلا بتعتمدي اسلوب دعايه مش كله ماشي بيه بصراحه. واي نعم انا كان في غلطات يعني، انا في غلطات كتير، في غلطات مثلا انت تشوفيها انا ما اشوفهاش، واحده تشوفها انت ما تشوفيهاش فاهمه. بس يعني في طريقه كلام بتبقى كويسه، فده اللي انا كنت بنصح بيه اي واحده زي ما قلت لك تبتدي المشروع ده. هو مشروع كويس، ولو انت حابه المجال هتنجحي هتنجحي هتنجحي، مش دلوقتي، مش السنه الجايه، مش السنه اللي بعدها، هتنجحي. في ناس بتقول ان اي واحده مش عندها موهبه او مش لاقيه اي شغلانه بتبقى ميك اب، يعني بتبقى ميك اب ارتست بتعمل في مهنه الميك اب. فانا عايزه اعرف هي فعلا سهله لدرجه ان اي بنوته تشتغلها؟ لا خالص على فكره. بصي هو الميك اب ده يعني مجال كبير قوي، لازم الواحده تبقى دارسه كويس فيه قبل ما تدرس كمان، يبقى عندها الهوايه، يبقى عندها هوايه ان هي عايزه تتعلم او عايزه تشتغل او هي اصلا بتحب المجال ده. في بقى يعني ناس يعني بتشتغلها علشان ماديا اكتر من ان هي تشتغلها علشان هي حباها. بصي في ناس بتنجح بيبقى هم ناس اذكياء شويه، بس انا بشوف ان الحب مع ان انت عندك هوايه ان انت عايزه تدرسي الموضوع ده او تتعلمي فيه مع حبك ليه، ده بيبقى انجح شويه يعني. طيب كلميني بقى عن نفسك شويه، انت امتى حسيتي ان انت بقى عايزه خلاص انا قررت ان انا اكون ميك اب ارتست؟ لا قررت اكون ده كان من زمان قوي، ده من وانا صغيره بحب الميك اب، ومن يعني هنقول بقى في مرحله الاعدادي بقى والثانوي انا بحب يعني بحب احط ميك اب. نعم يعني كان مرفوض الكلام ده طبعا، بس انا بقى دخلت الجامعه وتخرجت والكلام ده، لا انا بحب الميك اب جدا. فابتديت ان انا بقى يعني ابتدي اخد كورس، اتفرج على فيديوهات كتير، اطبق بقى على يعني الاول كان صحابي قرايبي، اطبق على نفسي. بس بعد كده اخدت الكورس وتمكنت فيه، فالحمد لله يعني اشتغلت جالي شغل الحمد لله. على الناس بقى ولا على برضو زمايلك واخواتك وكده؟ ناس وكده، ناس واخواتي شغل فعلي يعتبر. بس هو اصلا المجال ده يعني كل ما بتقعدي فيه وكل ما ايدك بتتمرن وكل ما بتمسكي الفرشه مره واثنين وثلاثه، يعني مثلا عملت لك مثلا الكلام ده من شهر ثلاثه، شهر سته هتلاقيني الشغل بقى احسن، شهر تسعه هتلاقي احسن واحسن، بتطوري من نفسك. وبصي هو اصلا كده كده الماتيريال بتفرق جدا في الميك اب، ما مش هينفع اشتغل لعروسه او سواريه او خطوبه او سهره من غير ميك اب اوريجينال، عشان كل ده عارفه مسافه ما انا هحط لها وتخرج اكيد مش حاطه حاجه. اصل فعلا بشوف بنات كتير بتشتكي ان هي راحت مثلا لفلانه او حاجه والميك اب مثلا ساح، مش عارفه الماسكارا نزلت على عينيها، يعني لازم الحاجات تكون ما انا بقول لك لازم الحاجات تكون اوريجينال عشان تثبت. طب انت بتعملي ايه عشان تسوقي لنفسك؟ انا عن نفسي مش بعمل حاجه، يعني انا بقى مثلا لما يجي لي شغل بصوره بيفور اند افتر واروح منزله الصوره، الحمد لله بيجي لي شغل يعني مش على طول، بس بيجي لي شغل مثلا كل شهر واحده او كل شهر اتنين فاهمه. بس الحمد لله يعني مش محتاجه ان انا اعمل اعلانات، كل حاجه بنزلها على الفيسبوك بس بيفور اند افتر وخلاص. هو انت برضو ماشيه بمبدا مثلا يعني انا جيت عملت عندك فانا اكيد هروح اقول؟ بصي ما انت ما دام طلعتي مثلا مثلا طلعتك كويسه اكيد انت لو حد سالك عن الميك اب تقولي ده نجلاء سامح هي اللي عملت لي الميك اب فاهمه. بس فدي يعتبر دعايه، دي لوحدها دعايه بالظبط. صح، عشان كده انا بهتم بالعروسه وهي قاعده قدامي سواء خطوبه سواء حتى لو سواريه لازم اللي هو سواريه ده بيبقى اقل حاجه قصدك ولا ايه؟ انا سواريه ده اللي هو لا بصي هو مفيش حاجه اسمها اقل واكتر، انت كده كده للسواريه اوريجينال ولل كماتيريال لكن كتاتشات بس بتحط حاجات خفيفه اكيد، يعني السواريه مش هتروح تحط زي العروسه فول ميك اب مظبوط اوفر قوي يعني. بس انت يعني خلاص بداتي ان انت تشوفي كورس وعايزه اخد كورس وعايزه خلاص امتهن المهنه دي، ايه بقى الحاجات في بدايات خالص اللي عملتيها؟ زي اي بنت انا كنت بحب الميك اب وبحطه وعارفه كل حاجه، بس انا مش عارفه افرق بين الاوريجينال والهاي اند او الهاي اند والهاي كوبي والدراج ستور الكلام ده، انا ما كنتش عارفه افرق ما بينهم. بس طبعا في الكورس انت اصلا اي كورس بتروحيه بيقول لك مثلا بيدوكي ورقه او اي حاجه بيقول لك مثلا تعرفي الاوريجينال ازاي ومش عارفه ايه، واجا لازم تروحي تجيبي من حاجات موثوق فيها. صرفت كتير بقى في البدايه؟ لا اكيد لما حد بيفتح مشروع بيبقى مثلا محدد مثلا مبلغ ان انا عايز اصرف ده هنا. تمام انت بقى عملتي ايه؟ حددت مبلغ ونزلت بيه. اي نعم كانت حاجات ناقصاني كتير جدا. بس بعد كده ابتديت بقى لما بيجي لي شغل وباجي بيجي لي فلوس بروح اجيب الحاجات الناقصه، حاجه خلصت عندي ابتدي بقى اغيرها بس حاجه احسن. يعني مثلا شوفي ميك اب ارتست مثلا تحطيها قدامك تبقى واحده توب قوي لازم تمشي وراها كبدايه شغل.
بعد كده انت اصلا هتلاقي ايدك ليها لون معين على الوش، هتلاقي انت ليكي ميك اب معين. وبعدين الميك اب ارتست يعني الناس البروفيشنال فعلا بيستخدموا كل الالوان العين، مثلا اي شادو، واحده سمراء، واحده خمريه، واحده بيضاء، واحده، وبرضو على حسب رسمه العين وعلى حسب مش عارف. انا فعلا انا ماليش في الميك اب بصراحه، بس انا بشوف بقى راي البنات. لو مثلا الراجل مثلا خطيبته بتقول انا هعمل ميك اب مثلا ب 3000 جنيه ليه؟ ففي يقول لك لا، في مثلا ناس شغاله المهنه دي هي اسطمبه واحده، زي ما بعمل لك، زي ما بعمل لفلان، زي ما بعمل لعلان. انا عن نفسي مش هتكلم بقى كني ميك اب ارتست خالص. انا لما جيت في فرحي انا ما كنتش شغاله، تمام؟ لما جيت ادور دورت على ميك اب ارتست بتعمل لكل واحده لوك معين. الميك اب احلى ما فيه ان انت بتبرزي جمال البنت او تبرزي جمال وشها، مش بكميه الميك اب اللي بتحطيه على وشها. وانا كمان ماشيه على ان انا كل واحده ليها لون، وكل واحده ليها ستايل، وكل واحده ليها رسمه عين، وكل واحده ليها رسمه بق. جات لي عروسه عايزه تعمل اللوك ده، انا قلت لها اللوك ده مش هينفع عليكي. عملته بعد ما خلصنا ما عجبهاش شكلها خالص، اضطريت ان انا امسح كل ده تاني واعمل لها بقى حاجه على يعني حاجه انت شايفاها حاجة صح. على اي اساس بيتحدد سعر الميك اب؟ ايا كان بقى انت قلتي سهره او سواريه او خطوبه او فرح، اي ميك اب ارتست بتبقى بتحدد سعرها على حسب مكانها، عارفه زباينها ممكن يجوا لها منين، فبتحدد الاسعار على الاساس ده، على اساس الناس اللي جايه. ماشي، وعلى حسب مكانها واسمها. ممكن تكون هي واخده كورسات كتير جدا، بس هو انت الميك اب اصلا بيتحدد على اساس الميك اب الاوريجنال اللي انت جايباه، وموضوع الكورسات اللي انت واخداها، وعلى حسب انت مده شغلك قد ايه. يعني تحبي تنصحي بايه البنات اللي حابه ان هي تخش في مجال الميك اب وان هي تبقى ميك اب ارتست، والغلطات كمان اللي انت وقعتي فيها في بدايتك، عشان يعني كل واحده تاخد بالها. اولا تكون حابه المجال، ثانيا تكون تبتدي بقى تدور على حد بيدي كورسات، يكون بيدي كورسات كويسه. ممكن تاخدي كورس مع حد بس تكوني انت واثقه فيه، تمام؟ بصي بقى، هنيجي الموضوع ان انت ممكن ما يكونش معاكي فلوس مثلا، او ممكن يكون مثلا انت مش متاح ان انت تاخدي كورس، او انت يعني هتاخدي الكورس يا اما هتاخدي هتدفعي فلوس في الميك اب. ممكن تفتحي يوتيوب، ما فيش اكتر من الفيديوهات دي اصلا على يوتيوب. يعني في ناس معروفه، وانا يعني من الناس اللي ان شاء الله ربنا هيكرمني ان شاء الله باذن الله، وعامل باذن الله فيديوهات على اليوتيوب. مفيش بنت بتطبق على اول يوم شغل، يعني اول يوم مشاهده الكورس مش بتطبق اول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم. هي مثلا اول ما الكورس بيخلص بتروح البيت بتطبق على اي حد، بس مش في وقت ما هي بتاخد الكورس. يعني مفيش كورس اصلا بيديكي كورس وانت قاعده بتطبقي جنبه، لا انت بتتفرجي عليه كويس، تروحي البيت عندك بقى اختك، عندك مامتك، عندك حد ان انا اطبق عليه، صاحبتك، او ممكن تطبقي عليها الكورس اللي انت خدتيه. الغلطات بقى اللي ممكن اي واحده تقع فيها، ان هي مثلا تروح لحد مش محل ثقه، او تروح مثلا لحد اي نعم الميك اب بتاعه مش غالي ومش اوريجينال، بس واقع قوي الميك اب. هتلاقي عيني هي صرفت 3-4000 جنيه في حاجات ما فادتهاش باي حاجه، وكل ما هتشتغل هتلاقي ان الميك اب بتاعها مش هيظهر. واهم حاجه، اهم حاجه في المجال ده، ما تسمعيش لراي حد، تسمعي الاراء الصح. ممكن تسمعي الاراء الغلط لما تكون بتنتقدك في حاجه انت غلطانه فيها، او حاجه انت هتحسنك. لقيتي حد بيحبطك عادي طنشي. ممكن هي اصلا الماتيريال اللي معاها كبدايه مش مساعداها، ممكن تبقى بدايه حلوه. وعايزه اقول لك الماتيريال بتفرق جدا 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 في الميك اب جدا. طب انت بقى ايه خطواتك اللي جايه؟ اكيد حاطه لنفسك مثلا هدف عايزه توصلي له. بصي انا حاطه ان شاء الله ان انا يعني بفكر افتح مكان ليا، بس انا عارفه ان الكلام ده ممكن يبقى لسه شويه. تمام، بس هدفك يعني حتى دلوقتي بعدين؟ لا هو لسه شويه، مش هكدب عليكي، هو لسه شويه بس. لا ان شاء الله انا ناويه الموضوع ده، المكان اللي هو البنات تجي لي انا. مكان ليا انا، في مكان ان انا بروح فيه دلوقتي وبطلع عرايس منه وكل حاجه، بس برده مش بتاعي يعني.